دور الثمانية الموسم الثاني عباقرة الأصحاب، مباراة قوية جدا وجميلة، والنتيجة 120 أطلس 75 كوماندوز. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل للمربع الذهبي، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل فريق. عاصم عز الدين اتفضل. عاصم عز الدين، والسؤال الأول لفريق كوماندوز، وهنشوف موضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا عاصم، شكرا يا عاصم. قدرات ذهنية، سؤال بعشرين نقطة ولا بثلاثين نقطة؟ بعشرين. بعشرين. ثلاثين. ثلاثين. تمام، دوس على البازر. سؤال بثلاثين نقطة، قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 22 في 33 زائد 286 في 2 يساوي كام؟ ثمان ثواني. عاصم إجابتك؟ 826. 826 إجابة خاطئة. أخد إجابة حالاً، مش هستنى ولا ثانية. كام يا محمود؟ 1260. 1260 إجابة خاطئة. كام يا مروة؟ أنا من مروة. لا، أنا اديتك النص الأولاني. 1298. أنا عايز أقول لكم على تريكة بقى، وانا هغششها لكم. لما يكون في اسئله من النوع ده، اتنين يحلوا الجزء الاولاني واتنين يحلوا الجزء التاني، مش هتاخد منكم غير ثلاث ثواني عشان تجمعوهم، لان الاسئله ما نقدرش نديها سهله كمان غصب عننا، صح ولا غلط؟ ولكن لو اتقسم السؤال ده بينكم كانت حل. هارد لك. محمود سعد اتفضل. محمود سعد، والسؤال التاني لعجله الحظ، وهنشوف الموضوع ايه. جوكر، تحبوا سؤال في ايه؟ رياضة. رياضة. 20 نقطة. سؤال في الرياضة بعشرين نقطة. طبعا لا يمكن يبقوا بثلاثين نقطة غير لو المباراة محسومة. انا حفظتك يا محمود. لو الاجابة صح، ايه الموقف؟ تأهلنا. اتأهلتوا للمربع الذهبي. يا رب ان شاء الله. هنشوف. رياضة، والسؤال هو: من هو أول مدرب إنجليزي حصل على دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 1976-1977؟ على مهلك برضو. مدرب ليفربول. ماشي كويس. هو مين؟ بوب بيزلي. بوب بيزلي. محمود سعد مع ليفربول، إجابة صحيحة. برافو عليك يا محمود، برافو عليك. أول حصل على ثلاث مرات ورا بعض. كسبها مع ليفربول ثلاث مرات، 77 78 81 و80 81. الحمد لله. محمود سعد تستحق ال 20 نقطة، سؤال ما كانش سهل. ألف مبروك فريق أطلس، اتأهلتوا المربع الذهبي. كوماندوز، لعبتوا موسم جميل، تألقتوا في ماتشات وهربت منكم ماتشات. هارد لك. كنت أتمنى أن كوماندوز كمان يكملوا معانا، ولكن نحيي كلنا فريق كوماندوز. عاصم، هتلعب بإذن الله على لقب أفضل لاعب الموسم الثاني عباقرة الأصحاب. فإحنا ممكن نشوف كوماندوز لو عايزين تيجوا تشجعوه، مش عايزين ما تجوش، أنتوا حرين. النهارده توتر شوية كده، التوتر بيلخبطه. وهو هادي ومبتسم، بتلاقيه بيجاوب. ايه رايك يا دكتوره؟ موضوع نفسي ولا لا؟ اكيد موضوع نفسي جدا. اكيد. هارد لك لفريق كوماندوز. محمد الرفاعي اتفضل يا محمد. السؤال الثالث لمحمد الرفاعي، وهنشوف موضوع السؤال ايه. لفه كامله يا محمد.
سؤال في العلم، سؤال بعشرين نقطة، خدت الجوكر مع القدرات الذهنية. علم، والسؤال هو أدب، أديب وشاعر هندي مؤلف رواية جورا، فمن هو؟ طاغور. كتبها سنة 1880، حاصل على جائزة نوبل 1913، أول أديب غير أوروبي، هو مين؟ طاغور. لو بيسقفوا لك يعني، هم قرروا الإجابة صح. صح 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 صح، واثقين جدا. خلاص مش قادر افاصل. لما هدي يجاوب اه طبعا هدي جدا. طب مبتسم وسعيد يعني مش فارقه، فرح مجاوب عاصم. طبعا اجابه صحيحه، طاغور هي الاجابه الصحيحه. 20 نقطه لفريق كوماندوز. كوماندوز 95، اطلس 140. محمد جمال اتفضل. محمد جمال، وهنشوف السؤال الرابع والأخير، وموضوع السؤال إيه؟ لا لا، أنتوا بتحبوا الرياضة، بتحبوا الرياضة يعني. يعني جات لكم لغاية عندكم تاني. أخيراً، يا نهار أبيض، أطلس معاكم الجوكر أخيراً. هو ده وقته. هو ده وقته. مش بنتصغر وطنية. هو الجوكر ده سلاح ذو حدين. أيوه. إما فوق خالص إما تحت خالص. صح، عندك حق. المباراة اتحسمت، فمن حقكم تستمتعوا بالجوكر. رياضة، والسؤال هو ما هو المنتخب الإفريقي الوحيد الذي شارك في أولمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم للسيدات؟ خريجي مدرسة السعدية، عاملين يتناقشوا في الإجابة. أيوة، عملوا إيه بقى في البطولة دي؟ خرجوا من المجموعات، ولكن شاركوا فريق ايه؟ نيجيريا. نيجيريا ما شاركش ولا سيدات ولا رجالة. طبعا إجابة خاطئة. بصوا بقى، أنا هديكوا 10 نقط هدية لو جاوبتوا صح، يعني من 30 تاخدوا 40 كمان. أوغندا. أوغندا ما شاركتش ولا سيدات ولا رجال. أوغندا إجابة خاطئة. لا لا، كاميرون ولا ايه؟ يلا عايزين نبدا نقول بقى دول. يلا. شفتوا شباب خريج السعوديه اجابتكم ايه؟ الاجابه الصحيحه زامبيا. برافو عليكم. يعني سؤال صعب والاجابه موجوده عند شباب السعوديه. معلش انتوا دخلتوا الجامعه، ولكن انا مصمم ان انتوا شباب السعوديه، اعذروني يعني. هفضل شايفكم طول الوقت ولاد السعدية. كوماندوز، بكرر تاني، موسم جميل، لعبتوا 4 ماتشات وده مش قليل. انبسطتوا بالتجربة ولا لأ؟ استمتعنا جدا، واحنا كمان انبسطنا ان كوماندوز كانوا معانا، وهنشوفكوا تاني. عاصم هتيجي تلعب على لقب أفضل لاعب بإذن الله، وهتيجوا تشجعوه ولا لأ؟ طبعا طبعا إن شاء الله. فريق كوماندوز بحييكم وبشكركم. محمود سعد، أفضل لاعب في ماتش النهاردة ب 105 نقطة، برافو عليك. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 235 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه، بما يساوي 470 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 9,410,000 جنيه من البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضي. فريق أطلس، أنتوا عارفين، أو محمود سعد أنت عارف المشكلة في المربع الذهبي. أنا عارف إن حلمك كأس العباقرة، ربنا يوفقك. فريق أطلس هشوفكم بإذن الله في المربع الذهبي، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.